حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج المشرف على أسرة طلاب من أجل مصر، أن جامعة سوهاج من خلال طلاب من أجل مصر وهذه الاحتفالية تقدم رسالة حب واعتزاز وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم ميلاده، وأن ذلك يحمل معاني التأييد والدعم الكامل لرئيس الجمهورية، وأن الجامعة تزامنا مع هذا الاحتفال تشهد العديد من الإضافات والافتتاحات لكليات جديدة وبرامج تعليمية يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى منشآت تعليمية وطبية كانت مطلبا لأهالي الصعيد. محمد رفعت التفاصيل. بكل الحب والتقدير والاعتزاز، احتفلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج بيوم ميلاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترافا وتأييدا وحبا في هذا القائد الذي عبر بمصر في فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر المحروسة. الاحتفالية جاءت بمثابة تقديم الشكر لقائد مصر على الكم الهائل من المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في شتى ربوع مصر، وخاصة تلك التي شهدتها محافظة سوهاج وجامعتها. يوم 19/11 يوم جميل بمناسبة مرور 8 سنوات على إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جمهورية مصر العربية عامة وفي الصعيد وفي سوهاج خاصة، وبنقول للسيد الرئيس ألف شكر لسعادتك على المجهود اللي أنت بتبذله وبتضحي بنفسك وجاي على نفسك وعلى وقتك وجهدك ومجهودك، إن أنت ما بتنامش الليل خالص، إن أنت بتجوب مصر من أقصاها لأقصاها ومن الساحل للساحل ومن الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب عشان ترفع من قيمة مصر وشأن مصر وسعادتك. يعني لك السبق في ان انت تبني المواطن المصري قبل ما تبني له المكان اللي هو بيعيش فيه، وبذلك هي مفهوم الجمهوريه الجديده. والجمهوريه الجديده ما هيش عاصمه اداريه جديده، بل عاصمه اداريه جديده دي جزء من الجمهوريه الجديده، والجمهوريه الجديده فيها بناء البشر وبناء الحجر وبناء البشر من المبادرات الطيبه الجميله اللي هي زي حياه كريمه، اضخم مبادره في التاريخ واضخم مبادره في العالم، اللي هي 700 مليار جنيه مصري. لأول مرة في تاريخ مصر يتم هذا العمل العظيم، العمل الكريم، العمل الجميل. الاحتفالية شملت عرضا لأهم المشروعات القومية والعملاقة التي تمت بمحافظات مصر المختلفة خلال الأعوام القليلة الماضية، ونماذج للمبادرة الأكبر على مستوى العالم لتنمية الريف المصري حياة. سوف تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في حياة المصريين وأهالي قرى مصر. تشرفت بدعوة كريمة من معالي الوزير الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج وكل الزملاء الأفاضل الموجودين في الجامعة عشان أحضر يوم جميل لعرض إنجازات فخامة الرئيس الثمان سنوات وربط هذه الإنجازات مع عيد ميلاد فخامته، فكانت فكرة رائعة وفكرة جميلة إن نربط الاتنين مع بعض، وده أقل شيء. كم السعادة اللي لمستها النهاردة ما بين كل الطلاب في جامعة سوهاج كان شيء رائع، شيء جميل، وإحنا فخورين بسيادتك ونتمنى لحضرتك يا رئيس كل السعادة وكل الصحة، وربنا يدي لسيادتك طولة العمر عشان تدي أكتر وأكتر، ونكون فخورين بكل الإنجازات اللي سيادتك بتحققها على أرض الواقع. النهاردة في جامعة سوهاج يوم مميز، إحنا بنحتفل النهاردة يوم 19 بعيد ميلاد الرئيس. كل سنة وأنت طيب يا رئيس، وكل سنة وأنت وسطنا، وكل سنة وأنت أستاذنا. احنا بنحتفل كمان بانجازات الرئيس اللي موجوده واللي احنا شايفينها في كل حته في سوهاج. احنا لما نبص بنطمن البليانه بنلاقي في كل حته، في حفر، في تبطين ترى، في عندنا توصيل غاز، في كهرباء، وعلى الصعيد الطبي احنا بنلاقي حاجه اكبر، بنلاقي عندنا موجود المستشفى الجامعي الجديد اللي هي مستشفى الاصابات اللي بتخدم كل اهلنا في ربوع سوهاج. وتأتي الاحتفالية ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر، والتي تهدف إلى خلق مجتمع طلابي قوي ومنظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبنتها الدولة، والتأكيد على مكانة مصر الكبيرة بين دول العالم. الحقيقة النهاردة احنا مش بنحتفل بعيد ميلاد الرئيس بس، لا احنا بنحتفل بإنجازاته ومجهوداته المعروفة لدى الجميع،
وطبعا لو فضلت ان احنا نشكر في حضرته لمدار السنين كتير قدام مش هنوفي له حقه. طبعا بنشكر معالي فخامه الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي عن مشروع حياه كريمه اللي وفر حاجات كتير جدا للشباب وللاهالي. احنا في محافظه سوهاج كنا مفتقدين حاجات كتير جدا، وكمان ما كناش متوقعين ان الحاجات دي هتوصل للمحافظه عندنا. فحابب اوجه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس، وفي انتظار حاجات كتيره جايه ان شاء الله. محمد رفعت،